السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون النهاردة هنعمل مع بعض السمك البلطي المقلي بس بطريقة أمون بنجيب السمك البلطي يكون حجمه متوسط مش كبير قوي مش صغير قوي عشان يستوي بسهولة بننظفه كويس قوي بنشيل الجلد اللي ورا ده وبننظف كويس قوي قوي الزفارة بتبقى متركزة في المكان ده تشيلوا أي لون أسود أي دم أي حاجة والخياشيم كمان تشيلوها وتغسلوا كويس أوي أوي مكانها وبندلكوا بالطحينة وبننقعه في مية لمدة ساعتين كده بالطحينة في التلاجة وبعدين نشطفه بعد ما بنشطفه بنسيبه شوية كده هو لحد ما يصفي كل ميته وبعدين بنبتدي نجهز الخلطة بتاعته. ده فلفل أخضر وفلفل حامي وفلفل تاني ألوان وجزر بقطعه حتت صغيرة وليمون معصور وحلقة بصل وحلقات طماطم أو ممكن تقطعوها حتت صغيرة وتوم مفروم كمية محترمة باخد الأول خلطة بعمل الخلطة اللي بحشي بيها السمك من جوه أو بتبله بيها عبارة عن عصير ليمون ودبس رمان وشوية زيت وملح وبحط بقى التوابل شطة وبحط بودرة كاري وبحط كزبرة مطحونة وفلفل اسود وكركم بيديله ريحة ولون حلو ممكن نستعيد عن كل الحاجات دي بتتبيلة السمك بتتباع جاهزة عند العطارين بحط شوية كمان توم مفروم توصى يعني شوية وكمون وحبة طماطم مبشورة يعني انا ببشر طماطمتين كده باخد شوية منهم للخلطة والباقي بشيله للرز ببتدي اتبل السمك من جوه بالخلطة اللي أنا عملتها بتوصى كده وبدهن كل حتة فيها من جوه والراس كمان حتى لو مش هتاكلوا الراس تتبلوها كويس قوي قوي تبلوه كل حاجة كويس قوي ده خل تفاح اللي احنا عاملينه في البيت برش على السمك كده من بره شوية محترمين بيديله طعم وريحة تجنن بعد كده بحشي السمك من جوه بالخضروات اللي أنا جهزتها معاكم في الأول الخضروات دي بس برش عليها شوية ملح وليمون وتوابل وحطيت كمان كزبرة خضراء أنا نسيت أقولكوا عليه بحشي كده كويس أنا بحب الخضار جوه السمك بيبقى طعمه حلو جدا جدا بسيبه كده هو يتبل حوالي نص ساعة في الوقت ده بكون مجهزة الخلطة اللي هتغلفه بيها دي كميات متساوية من الدقيق والنشا بقلبهم وبتبلهم بنفس التتبيلة أو بستخدم نفس التوابل اللي أنا استخدمتها لتتبيل السمك من الداخل ممكن تقللوا أو تكتروا زي ما تحبوا حسب المذاق شطة وكزبرة وكاري وكركم وملح طبعاً بعد كده بجيب السمكة بعد ما تبلت كده لمدة نص ساعة بغلفها كويس بالخلطة دي وبعدين بحط كده شايفين من جوه أنا عايزة ألزق السمكة عايزة ألزقها على الحاجات اللي أنا حشيتها بيها فبحط كده الدقيق مع السائل اللي داخل السمكة هيعمل زي عجينة كده بسيطة أهو بضغط عليها عشان تتقفل كويس خلاص كده اتقفلت السمكه كويس على التتبيله على الحشوه اللي انا عملتها هعمل كده مع باقي السمك اهو نحط كده على حرف السمكه من جوه الدقيق ونضغط عليها السائل اللي فاضل بقى من التتبيل مع بواقي الدقيق على النشا على كل حاجه بقوم حطاهم على بعض واعمل ايه شبه عجينة سائلة كده لو لقيتها سائلة قوي بزود عليها دقيق ونشا يعني عايزاها كده زي عجينة البانكيك او زي عجينة الكريب ما تبقاش متماسكة قوي ما تبقاش سائلة قوي بحط الزيت في الطاسة يسخن وفي نفس لما بيسخن كويس باخد السمكة اللي انا عاملاها مع بالدقيق والتوابل بنزلها في الخلطة دى وبحاول أصفيها على قد ما أقدر كده وأنزلها في الزيت وهو سخن جدا أي دي واحدة تانية برضو وهنزلها برضو فى الزيت وهو سخن بستنى مش بقلبها الا لما تتماسك لو تلاحظوا شوفوا كده من الحروف ابتدى اللون يتغير بس هي لسه فتحه من تحت بسيبها شويه كمان لحد ما تبقى ناشفه من الايه من تحت وبقلبها خلوا بالكم بحرص بسيبها لحد ما تحمر من الناحيه التانية وممكن ارجع تاني اقلبها على على الجهه الاولى ده بيخليها مقرمشه اكتر بعد ما خلاص تتحمر كويس قوي من الناحيتين بصفيها كويس من الزيت وبحطها على ورق مطبخ او مناديل مطبخ بحمر بقى بقية الكمية بنفس الطريقة السمك بالطريقة دي بيطلع طعمه جميل جدا وغير كده كمان بيبقى مقرمش التتبيلة دي طريقة التحمير دي بتخليه مقرمش والزيت بيفضل نظيف طول ما انتوا بتحمروا ما بينزلش فيه البقايا دي ولا فتفيت دقيق يعني كميه الزيت دي انا حمرت بيها كل الكميه دلوقتي هنعمل الرز البصل بقاليه في شويه زيت صغيرين بحاول اغمقه شويه وبعدين احط له كوبايتين من الميه انا هعمل كوبايتين رز احط كوبايتين ميه واسيبها لحد ما تغلي بكون مجهزه الرز آه بيتنقى ويتغسل وكده ويتصفى بعد ما الميه بتغلي بنزل فيها الرز اللي هو كوبايتين من الرز الميه قد الرز بقلبه وبسيبه لحد ما يبتدي يتشرب كده بقوم منزله عليه عصير الطماطم اللي هو بقيه الطماطمتين اللي انا بشرتهم في الاول هنزل كمان عليه احط له ملح معلقتين صغيرين مليانين وهحط له عصير ليمونه وهحط بواقي الخضار اللي انا هشيت بيه السمك البواقي كلها كده هحطها على الوش دي بعد ما بتستوي بيبقى طعمها جميل جدا جدا وبتدي الرز طعم وريحة حلوين جدا بعد ما بيشرب ميته بغطيه وبغطى النار عليه جدا واسيبه من مو لمدة من خمسة وعشرين لتلاتين دقيقة بيكون استوى بس تخلوا بالكم النار تبقى هادية جدا وخلاص لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك واشتركوا في قناتي لو كنتم ما اشتركتوش فيها ولو ليكوا اي تعليقات اكتبولي تحت الفيديو في التعليقات تحت وهسيب لكم روابط لبعض الوصفات من قناتي ياريت تشوفوها وتقولوا رأيكم فيها واشوفكم في وصفة جديدة باي